أنا أمة واحدة. رحم الله الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، هو الذي وجه نداء للجزائريين عام 1937 فقال: اتركوا الحزازات، برهنوا للعالم أنكم أمة تستحق الحياة. هذه الكلمة لابد أن تكتب بماء الذهب وأن تحفظ لناشئتنا بأننا أمة تستحق الحياة، والحياة لا تكون إلا بسلم، والحياة لا تكون إلا بانتماء حق، ولا تكون إلا بحضارة وعمران. فإن المواطن الحق ليس هو الذي يأخذ بطاقة هوية، ولكن هذه يأخذها الناس جميعا، ولكن المواطن الحق هو الذي يسهم في بناء أمته وتعميرها ودفع الكيد عنها. والسلام عليكم ورحمة الله. على الكلمة القيمة. على كل حال، احنا اليوم متواجدين يعني في حدث عظيم اللي هو ذكرى التقسيم والمصالحة الوطنية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. نحن نشكره، وكذلك نحافظ على هذه الذكرى، وبما أننا كلنا في هذه القاعة من جمعيات ثقافية وشبانية واجتماعية، سوف إن شاء الله في بيان نؤكد على أن تكون أو أن يكون يوم 29 سبتمبر من كل سنة ذكرى، تخصص ذكرى لإحياء هذا الحدث العظيم، ألا وهو من تقسيم والمصالحة الوطنية الذي أحبه الشعب الجزائري وصادق عليه في استفتاء ليوم 29 سبتمبر 2005. بهذه المناسبة أبت جمعية التضامن مع الأسرة الريفية وبكافة الجمعيات المتواجدة معنا أو الجمعيات بالبداية أن تكرم بعض الأسلاك وبعض الفئات التي كانت يعني في هذا الحدث. وطبعا نبدأ بممثل رئيس الجمهورية في الولاية وهو السيد والي الولاية، نشكره شكرا جزيلا على ما يقدمه بولايتنا، ودخل علينا دخلة جديدة لعمرنا ما شفناها مع ما سبقه، وهو العمل بدون هوادة وباستمرار وتفقده لكل المؤسسات الإدارية والاجتماعية بالولاية. لذا سوف نبدأ إذا يعني شئتم، إذا لم تكن هناك السيد رئيس المجلس إذا كان يقدم لنا كلمة يتفضل، ومن بعد نديروا التكريم تاعنا. شكرا. والصلاة والسلام على رسول الله. ما نقولوش سيدي الوالي، ولكن منذ وهلة نقولو الأخ. في البروتوكول تاع بنادم على مستوى الولاية سيدي الوالي، سادة والسادة والسادة. غادي نكسروا كل الطابوهات، نقول له الاخ الولي، الاخ الصديق والرفيق، الرجل المحترم ولي الولايه، الساده القادة ومسؤولي الامن على مستوى هذه الولايه مع حفظ الاسماء والالقاب والرتب، الحضور الكريم من إطارات وأساتذة وطلبة، زميلاتي زملائي، رئيسة هذه المدرسة، أنا اليوم بودي أذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين.
احنا جينا اليوم نذكروا وانا غادي نقول لكم صراحه ما يجول في خاطري. هذا اللي غادي نهضروا عليه دروك. دوني مو 5 مينوت نفهمكم علاش. انا لما شفت البري نوبل وعلى بالي شكون اللي شرف عليه وعلى بالي كيفاش يمدوه